زلق زلقت خليفتك في اف سي زوريخ حسن سيزاي لابس مريولك هاي هاك ولا انت كنت تلعب نمر 9 في اف سي زوريخ ها ريتو خليفتك شكون اي هاني شفت ان شاء الله غدوه يزلق كيما ان شاء الله يزلق كيما المره هذه عنده كاليتي باهيه والله عنده كاليتي باهيه بيتور وديجا راه بيتور في ثاني هدف في سويسرا هو الثاني في سويسرا في ترتيب الهدفين يعني بدنيا لي كوستو ويلعب غوشي ان شاء الله غدوه بك اي غدوه يردوا بيننا من هذا حسن سيزاي ومن بارو هذاك جالو بولونيا يلعب في بولونيا بارو بارو جالو وجالو هذاك خلينا من يلعب فرنسا اما بارو سات زوز كفرونيت على البارد جات افريك اي لاعب كبير زاد نحكم اي منتخب راه ماهوش سهل باش يكون ماتش كما تعرف ماتشات هذه الاخرانيه اللي الفاز برشا يعني ثالث ماتش يكون كونسنتراسيون تنقص الفاتيغ يطويل ستاج العوامل الكل هذه راهي تدخل نحطوها في كونسيديراسيون ان شاء الله غدوه نكونوا كيما لونتام اللي عملناه الماتش اللي فات نحترموا النفس نتاعنا وشفناه ديجا حتى اللي ميساج اللي تبعثوا في لي دو في الكونفيرونس من المدربين كل واحد يحاول انه بطريقته مدرب المنافس حاول انه يبعد البريسيون على اللاعبين نتاعو يحاول انه الفريق ممكن اللاعبين نتاعنا كي يتفرجوا على الكونفرنس يولي عندهم احتقار كيما نقولوا احنا نحتقروا شويه تكبر اي التكبر هذا كل ضحكتي يا من مين هذيك فهمتني ولا مين وفي الاخر يقعد مباراه كره قدم ان شاء الله باذن الله سيدي لعبنا مره بركه ضد غامبيا في بالك ولا في المنزه لعبنا مره بركه مباراه دوليه وديه ضد المنتخب الغامبي في المنزه في 2010 حضروا في كان انغولا 2010 مع فوزي البنزرتي خسرنا في مبويح في المنز الهدف ما ماركيس الشرميتي الشرميتي حصص ريت اخويا الشرميتي ريت ريت الشرميتي عنده اشهر هدف في الكان وهو الوحيد اللي سجل هدف الشرميتي نشاهدوه مباراه دوليه وديه غامبيا تونس الهدف الوحيد سجلوا امين الشرميتي في الدقيقه 94 كنا خاسرين 2-0 معاهم كنا خاسرين 2-0 انا نخمم كيفاش غامبيا 2010 الناسيونال نتاعها وصلت ربحتنا 2-0 معنا في المنزل في المنزل ريتا راهو غامبيا راهو 2012 لعبنا لها فما جمعيه في غامبيا لعبنا لها وهي زعما اقوى جمعيه مترشحه تشامبيونز ليغ وكذا ما فهم شيء معنا وين كانوا يلعبوا 2010 الجوليات عندهم جوليات يلعبوا لبرا مش كيما توا عندهم اي مش كيما توا ما عندهم جوليات يلعبوا لبرا باهي مش بالمستوى لعبوا في موريتانيا ولا لعبنا لهم في موريتانيا ربحونا راهو ايفان ايفان في موريتانيا لعبنا لهم في موريتانيا خسرنا ضربات الجزاء 4-2 سير صفر نتيجه المباراه خسرنا 4-2 ضربات الجزاء على المرتبه الثالثه وقتها معناها المباراه الترتيبيه ربحتنا غامبيا كوب دافريك نتاع اواسط معناها اي 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 فيناليست معناتها ثم جيل طالع نتاع غامبيا ناخذوا بعين والمدرب نتاعهم هذا البلجيكي توم سان فيت معاهم من 2018 درب في عديد المنتخبات الافريقيه وعنده معاهم توا تقريبا اربع سنين وزادوه فوالا حتى 2026 عقده يمتد علاش على خاطر ثم اوبجيكتيف واستراتيجيه عملتها غامبيا للتاهل الى كاس العالم 2026 دونك ثم استراتيجيه راه مش منتخب جاي باش يلعب كاس عالم اوكي اول مره يترشح اول مش اوكي اول مشاركه ليها في كاس افريقيا راه غامبيا اول مشاركه ليها اوكي متفاهمين اول مشاركه وهي تصنيفها زاده 150 راهو في الفيفا 150 على منتخب تصنيفه 150 غدوه مباراه ستجمع منتخب تصنيف 30 ضد منتخب تصنيفه 150 يعني كي جات تروح تنس معناتها ظاهره شنو هو الفوارق مالي قداش تصنيفها مالي 46 46 مالي 46 تو انا معناها في اللي قاعد نشوف فيه توا على الورق على اللي نشوف فيه بعيني في الجمعيات اللي قاعدين يلعبوا غامبيا وسيراليوني وغيني بيساو وكاب فير والاكواتوريال وغير 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 معناها سامحني الترتيب باللي نشوفه ساعات جمعيات اخرين سان فو با دير اللي راهو معناها ترتيبك 100 ولا 120 ما تعكسش معناها كيما راح نقول لك علاش غلط باش نقول لك علاش انا كي نشوف جمعيه كيما غامبيا خاطر توا كل ادفيرسير راهو ما فماش واحد كي صاحبه مش موريتانيا وغامبيا ومالي وتمشي وتقدم باش تلقى معناها كل ما تتعدى باش تزيد
معناها الامور تصعب تصعب والتحذير يكون على مستوى معين. غامبيا جمعية عندها بلوك التالي سوليد وشفناها مع مالي صحيح قبلت اللعب، اما يا خويا اكروشور تعرف شنو هو مش بالسهل باش تمركي لهم. اما يغلطوا اما يغلطوا عندهم سذاجه ويغلطوا ياسر في الرولونس عندهم مشكله في الرولونس. ديفونس تاعهم قويه عندهم بزاف. هذه لازم ناخذوها معناتها. اما باش نقول لك يغلطوا ياسر في الرولونس. هو اللي عندهم هو اللي عندهم معناها برانسيبالمون في الحكايه اللي حكيتها لك مش يغلط اوكي، اما هو يغلط من هنا في بالك باش تمركي له بالسهل يرجع لك هو اللي يغلط ويتكليك وصاحبه يعاود يتكلي وراه. معناها ناس راهو تلعب الكره مليح تعمل لي كونتر مليح ولي بالاريتي لازم نردوا بالنا، معناها لي بوان فور قبيله ونحكيو على لي بوان فيبل، اوكي نجموا يغلطوا في النايفتي ونمشي معاك، اما راهو يدافعوا مليح يعملوا لي كونتر اتاك ايتيدي ويطلعوا بثلاثه وباربعه وراهم رابيد برشا في لي ترانزيسيون ومخترين على لي بالاريتي. ونقطه مثلا عندنا عمر كولي اللي هو لاعب سامدوريا اللي هو في القلب الدفاع نتاعهم. في النقاط الايجابيه ولازمنا زاد نردوا بالهم خاصه الحارس بن سعيد يرد باله منها اللي هو التصويب عن بعد عندهم عن من بعيد هذا بارو الاخر بارو اللاعب رقم ثلاثه يلعب في بلجيكا. حاجه اخرى زاد مهمه ياسر اوكي نحكي على منتخب تصنيف 150 اوكي مازال جديد وكل شيء، اما راهو ال11 اللي لعبوا في زوز مباريات الاولين فهم حتى جوار يلعب في غامبيا في البطوله المحليه الكلهم يلعبوا في 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 اوروبا. هيت نشوفوا مثلا الحارس فقط يلعب في في قاره افريقيا في جنوب افريقيا افريقيا الجنوبيه معناتها بطوله محترمه. لاريد روا يلعب في الانجلتير ديفيزيون 2، لارير غوش يلعب في السويد، الدنمارك، لاكسيال يلعب في سامدوريا، لا غونتواز سليمان مراح هذا لاعب ممتاز جدا في لا غونتواز في بلجيكا يلعب في برون لا غونتواز فوالا جانت البلجيكي يلعب في الميليو زاد اللي معاه ثم شكون يلعب في الانجلتير في الديفيزيون 2 في سيري سي في ايطاليا. جالوم يلعب في بلجيكا ثلاثة، بارو في 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 بولونيا بولونيا قبل بولونيا راه كان يلعب في اتلانتا، دونك السيد متمرس في الكالتشو كل جمعة يلعب مع الميلان ومع الانتر ومع هذا هو يحظى يصوب من البعيد بكدا بكدا والمهاجم نتاع سيزوري معناتها سيزاي دونك هذوما كلهم راهم يلعبوا في اوروبا هذا دونك لازمنا نردوا بالنا. غازي انا باش نضيف حاجة على الاولاد اللي قالوه توقت تشوف في تيكيب تلعب لي كونتر احسن حل سمينا لي زاتاكو الوغ احسن حل انك ما تخليش كره تخلط لي زاتاكو في الترانزيسيون وقت اللي يبدا البلوك نتاعك عالي وتبدا تضيع الكره عالي يلزمك توت سويت او بيان تعاود تسترجعها او تخلي لا غولونس لاتيرال ولا اون باس اريير ما تكونش باس فيغ لافون تسكر لي زانترفال تسكر لي زانترفال تو ديفون دون لي زانترفال وتخليش لا ترانزيسيون نتاعهم تنجح في لا بروميير باس سيرتو لا كاليتي دو لا بروميير باس يلزمنا نكونوا احنا قراب لبعضنا حكيت قبيله كما عملنا الماتش اللي فات بالضبط نجحنا فيه وشكون تو باغ اكزومبل كي نشوفوا بروميير ميتون سيرتو نتاع مالي وغامبي لي دو زوكازيون اللي جاو على بالاريتي للغامبي علاش؟ باسكو المالي من اكبر الجمعيات من احسن جمعيات شفتها في افريقيا وين تلعب ترانزيسيون ديفونسيف انستونتاني وين يحصلوا الكره وين يعاودوا يضغطوا على الكره دايور اي سون با لا ميور ديفونس في الكاليفيكاسيون كوب دي مون كوب دي موند هكاك بوريا بوريا معناتها ايزون انكيسي زيرو بوت حتى ديفونس هم باهي مالي الوغ هما الحل الحل اللي راه انا هما حل من اثنين يا باش تلعب الزون اللي هي مش لعبنا احنا يا ترانزيسيون ديفونسيف لازم تكون انستونتاني وشيء يفرح انه مثلا الجزيري كي شفتوا الماتش اللي فات في الرول ديفونسيف تبارك الله عليه تبارك الله عليه هو لو بروميي كي دون لو سينيال داير يعطيك الصحه مين انه هو البروميي اللي مش يعمل السينيال تاع البريسينج شفنا كورولونس نتاع ديفونسيرات هو اللي يضغط عليهم وهذاك اللي افتقدناه في ماتش مالي افكتيفمون الور انا راى انه ننجحوا في عمليه استرجاع الكره او تعطيل طلوع الكره وقت نخسر الكره عالي للمهاجمين نتاع غامبي حل كبير كبير باش نقصوا من قوتهم في لي كونتر اتاك. صحيح. نشوفوا المدرب نتاع منتخب الغامبي توم سانفيت كيفاش يحفز اللاعبين نتاعو في حجرات الملابس وهذايا في المباراه اللي كانت جمعاتهم قبل المباراه مالي. شوفوا هو يتكلم بالانجليزيه حابين نخليوه عاديو كيما هو تم بعد نعطيكم الترجمه لكن شوفوا المدرب في حجرات الملابس نتاع غامبيا كيفاش يحفز في اللاعبين نتاعو.
most difficult opponent, more difficult than Tunisia. Sure, sure after a victory, no one underestimates us anymore. But we are used to playing difficult opponents. We drew with Algeria twice, we beat Morocco, we beat Gabon, we beat Angola, we beat so many tough teams. We are the killers of big teams. We had problems with Djibouti, but we killed all the big ones. Today, it will be a fight of discipline, but also a fight on the pitch with your heart. Fight for that team. Fight together. Fight as lions, fight as scorpions. Go for that. Today, play smart in the first half, and if ready, be ready. Okay? Nekalan and Dongo. Come on, guys! ذا مدرب المنتخب الغامبي البلجيكي قال ما احنا مستنسين نربحوا المنتخبات الكبرى. ماتش مالي اكيد باش يكون اصعب من ماتش تونس. خاطر باش يلعبوا ضد مالي وقتها. قال احنا تعادلنا مرتين مع الجزائر. احنا ربحنا المغرب، ربحنا الجابون، ربحنا انغولا، ربحنا منتخبات عتيده. قال احنا اللي نتيحوا بالمنتخبات الكبرى. We are the killers of big teams. وكيفاه؟ قال اليوم لازمنا نقاتلوا على الميدان بقلوبنا. اليوم لازمنا نقاتلوا من اجل المنتخب. نقاتلوا مبعثكم. قاتلوا كالاسود. قاتلوا كالعقارب، خاطر هما الشعار نتاعهم the scorpions. المنتخب الغامبي شعار نتاعه العقارب. قاتلوا حتى الموت. جو 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 ديسكور تاع مخالف تماما. ما جاب حتى شيء من راسه، خاطر الكلام هو راه بالحق راهم ربحوا المغرب في مباريات وديه وتزاي وفي التصفيات ربحوا الكل، ربحوا انغولا، ربحوا القبائل. صحيح ترازي عملوا ماتش نول مرتين مع ما جاب حتى شيء من راسه. وفي المعطيات اللي قالهم حاجه، وحاجه اخرى انه المدربين الكل توا في العالم اهم حاجه هو المونتال، هو الديسكور. لكن هنا خطاب الخطاب التحفيز هذاك كله، حتى لي زونترينور الكبار في العالم كل غوارديولا وكلوب يعملوا دي فورماسيون باش يعملوا في بالك. انت عملت في الكونفينمون اللي صار لولاني عملت ان سيرتيفيكاسيون افيك نيكول فرونسيز تاع بريباراتور مونتال، تتذكر انت هذا مال هكا عندي في الفستير نو اكثر من هكا. لا اقول لك حاجه اخرى، راهو لاسبي مونتال ديباس دو لوا لو ديسكور. ça s'arrête pas في الديسكور بالطبيعه. معناتها سي ان بروسيسوس يمشي معاك في لي سيونس دونترينمون، سي لاسبي تكنيك احنا نستخايلو، سي ميثود كلينيك وتخليه على الكنابي وتسمو. نو نو سا سترافاي سا سونشين افيك دي زيكسيرسيس تكنيك وتكتيك، افيك دي زيكسيرسيس فيزيك. فما لاسبي نتاع الموتيفاسيون، فما لاسبي نتاع الفيكساسيون دوبجيكتيف، لاسبي نتاع الجيستيون نتاع السوتيان والريكونفور وزاد جيستيون نتاع لي ستريس نيجاتيف، فما الكونفيونس اون سوا، حتى شوا ديسكور كوليكتيف وديسكور انديفيديويل. نجم كل جوار حسب الخصائص نتاعو هو بالضبط، سيرتو الموتيفاسيون وحده. فما هذوما الكل سامحني، هذوما الكل. باغ اكزومبل انا نذكر فما دي جوار كانوا عندي يلعبوا، باغ اكزومبل انا نذكر يزبك باش تخلق الموتيفاسيون للملاعبي انه فما حاجه تشد لونترينمون. نتذكر انا قبل كان علي المعلول جيب دا شيخ يزم يزم يجي شيخ ماشي. يشيخ اكثر جي موان دو. علاش؟ باسكو ستي ان سيونس ريزيرفي لي له هو باش يعمل لي كوفرون. وي ايوا خرج عامه لو ميور بيتور في الشامبيون تونيزيا بين بلانتيات وكفرونات. أيه. يلا ماركي 6 بيت. أيه. وانا ريال جوش. حاجه مهمه برشا تحدث فيها هذايا نتاع الملاعب يتخدموا سبيسيفيك. أيه. راهو يفرح بها برشا كوسوسوا واحد ان بون تيرور مثلا ولا عنده جوتات ولا أيه تخدموا. اي وليد سيرتو تو كيما اتاكون كيما شيخ شيخ قدام الكاش. افكتيفمون مي مثل الشبكه. الشبكه. كانوا ما جاش. عندنا دوتر جوار، عندنا دوتر جوار راهو كي ما تعملوش سيونس تاع بي ام ا. كانوا ما تقنعش. هاي فسرها فسرها بي ام ا فسرها السادة المشاهدين بي ام ا. اي معناتها تحب خاطرك انت اكسبلوزيف. هما اللي عنده الترافاي نتاع كونسوماسيون دوكسيجين تكون عالية. ماكسيمال ايروبي حاجة هكا. بيسونس ماكسيمال ايروبي. القوة كيفاش؟ تراها ماكسيمال.
شنو ماكسيمال القصوى اي غوبي اللي هي الاستهلاك الاكسجين معناها تخدموا تخدم الاورلا تخلط حتى تجم 180 بيساسيون على بيس هذايا انت تحب شنو تحب السبيسيفيك كان السير لا وش في الثغرات بين الكور الدفاع هذاك ايه خاطر يعمل فيتيس بتيت ديستانس فما مره تخلى في عظمه الديفونسور هذا باش تحكي شنو طويل تخلى في عظمته مره كونو كونو شنو قاعد يعمل في 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 عذاب برشا ديفونسور مين لا لا ماكش انت ديفونسور في عظمتي راني نتفكر انا هو مين ما لعبنيش برشا كونتر بعض ما لعبنيش برشا كونتر والله خاطر هو خرج هو خرج هو من الاتوال وانا من بعد في السي ا بي لا انا في ليكيب ناسيونال مع بعضنا ليكيب ناسيونال مع بعضنا ما كنت بعضنا ما نتفكرش اما ما فكرك الماتش نتاع المنزه خصوصا حصلك باش تبجي وقت شكون حرج معاك للبنك باش تبجي باش تبجي ديفونسور تاع زيش الكلوب مره كلفوه باش يحصل سي شرميتي المنزه يلصق يلعب معناه ماتش كامل يلصق يلعب شرميتي اتاكوم على الاتوال و عمل له كيسواري زو يضحك ويمويل ليش عارفه مع وكل باش تبجي يشد استنى استنى سايق بيخ بيخ قدمته يزيا اعتراف هذايا من جميلي قدمته لها قد ما صغيره ريتها انا من بعد كيف والله 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 مش كبيره والله ذكروني عدنية حبيت نغطي عدنية في الاحد الرياضي هذايا تو ذكرتها بالحق تو ذكرني فيها ذكر عمل بعمله ماتش ليتوال والملعب ذكرني وقت عمله باش تبجي وقت قال عظني شرميتي واحد هذا هو سيدة راونا عرفتها باش تبجي عبدو معبود ربي تلقاه هكا كل كورنير هكا كان يروح معايا يلقاه في الكوجينه تعشى بعدين والله العظيم شد وتعرف غلب عليه عمل لك ايه قدمه كيما كيليني غلب على سواريز قدمه زاد كيف كيف نفس نفس الحكايه تولي تخوف وناس تقدم وي نعلق على القدمان لا لا اش فيها متعلق فما فيها متعلق الواحد ولا خايف على روحه اخويا ما رجليه بتحطك غادي انا نحب ثم نقطه معناتها ما نعرفش نسكت عديت عليه ان بيرسو اللي هو الحكم ساعه علاش حكم مكسيك مكسيكي وشنو الخصائص والكريتير اللي استندت عليهم الكاف لتعيين الحكم المكسيكي هذايا باهي تقول قايل اسكو زفر كاس عالم ما زفرش كاس عالم زفر كوبا ليبرتادورس نتاع امريكا الجنوبيه اللي هي تشامبيونز ليغ نتاعهم ما زفر كان زوز مباريات في كارير كامله نحكي في دور المجموعات زفر كوبا امريكا ما زفرش كوبا امريكا زفر كاس العالم للانديه ما زفرش كاس العالم للانديه دونك الحكم المكسيكي هذايا الحقيقه انا متخوف منه وش يعمل في الكان زفر بطوله العربيه ما زفرش بطوله عربيه حكم دولي ما كانوا ماهوش موجود في البطوله العربيه معناتها انا نتصور يقول لك هذوما تونس صارت معها مشكله كبيره يقول لك تونس صارت معها مشكله كبيره مع سيكازوي واحد اخويا نجيبوا لهم حكم مش من افريقيا غير نحطوا لهم واحد هكا خارج القاره الافريقيه مكسيكي ويتحمل مسؤوليته حتى كان صارت حاجه هي فما ليس احنا الكاف يا اخويا خاتين ايه علاش باهي اوكي مرحبا معليش هو بذات معناتها ما عندوش سيفي كبير يزفر كان في مباريات في الدوري المكسيكي ماذا يفعل في كاس افريقيا ولماذا استندت اليه الكاف وشنو هو الكريتير اللي استندت من خلالهم باش يجي يزفر معناتها انا نتصور الكاف طلبوا حكم من نشوفوه غدوه انتوكا من امريكا اللاتينيه ولا حاجه تلقى عينونا مع المكسيكي خاطر تلقى ما عندوش ما يزفر الحكام الدوليين الكل ثم بطولات تتلعب ثم حاجات يقول لك مش وقت نبعثوا لهم حكم اول معوض توا حكم صحيح بعثوا لهم هذا اول معوض به ارجنتيني هو راهو جابوه الاكثر الفار هذا المكسيكي راهو في مباراه مالي هكا تونس مالي كان في الفار هو هذا الحكم المكسيكي الماتش سي با ماتش هبطوه توا في الحكم وسيكازوي البارح في الفار هو ديجا رجعوه بشويه بشويه هكا بداوا يحضروا فيه مي ان توكا اوكي نجم يصير التعاون بين الكاف وبين الكومنيبول نتاع امريكا الجنوبيه اما يبدا ثم معناتها مستوى معين من الحكام توا الدولي من عام 2015 معناتها سبع سنين في الساحه الدوليه قداش صارت من كوبا امريكا ما زفر حتى كوبا امريكا حتى كوب دي مود دي كلوب حتى كوب دي مود حتى كوبا ليبرتادورس زوز مباريات برك معناتها جابوا باش تعلم علينا يا خويا اش مجايبوا معناتها والله مع احترامي للشعب المكسيكي الكل معناتها شنو علاش استنتوا باش جاي هذي الكاف ان شاء الله اكيد كونه مشي زفر كمل 90 دقيقه على الاقل ان شاء الله مشي زفر قبل يا جيس حبيت على الديسكور قبيله نتاع لونترونور راهو بارفوا يفو فيغ اتونسيون علاش نتذكر لما كان مدرب فرنساوي انتونيتي اللي هو راني تو في ماتش
إيراني في إيران. ديزامي طون إلى يمكن كارتون روج ولا قداش من كارتون جون. في الكونفيرونس دو بريس شنو قال؟ قال جاكوز مون ديسكور بوندون لا بوز. أيوه. سايتي تري ميسكلي. عمل سايتي تري ميسكلي معناتها حفز برشا الملاعبين. الوغ يفو فيغ اتونسيون. عمرها مع الاخر. فما شكون يهبط للتيران مش ناقص تعمير معناتها تعطيه ديسكور خاص به هو. فما ديسكور خاص بالاخر اللي هو كي لوي توش لا ساجيس نتاعو هو. الوغ وعلاش هو قال انه ثم دوزه زايده نتاع تعمير الملاعبيه خاطر صار انجاجمون خاطر ثم تكلويات بوكو دونجاجمون دوزيام اي تون بوكو دونجاجمون الوغ الى انا ملاعبيه معانا انتم تتحبذوا معناها اكيد سمعتوا في الفيستيريت برشا انترنيرات يعطيكم خطب واحد واللي يحبوا يحفزوكم اكثر كل واحد كيفاش يتقبلها كلاعب كيفاش تقبلوه انتم تحبوا حاجات كيما انا كي قد ساعات تلقى ملاعبيه بين بعضكم كيف يبداوا يحفزوا في اصحابهم تهبط مخمر هاي اتونسيون انا رازي رازي حاجه مهمه الملاعب يقبل الماتش في الكوزغي دافون ماتش والا في الفيستيير على 100% تاع الديسكور لازم يكون قصير قبل كل شيء اثنين راهو ياخذ لاسبي نتاع الكونتوني نتاع الديسكور نتاعك 7% سولمون شنو هذا امور علميه معناها امور علميه يبدا ياخذ في الماتش 7% 7% كونتوني الباقي شنو هو؟ لو جيستويل، لي غريماس، لي كورد فوكال نتاعك نبرتك نبرتك نتاع الصوت وقتاش تطلع هذا لي كورد هكا كومينيكاسيون هذا علم الاتصال داخل في الكاميرا انت فاش قاعد تتصل بملاعبيتك وتقعد تعطيهم ميساج وهما باش يقبلوه دونك هذا علم الاتصال افكتيفمون الو لي جيست ميميك نتاعو معناتها كومون إل أنفاي لا سال كيفاش يسيطر على راسي على الملاعبيه وطبعا يتبعوا لل جوستومون نحكي انا وسي شويه مشينا وقت في تي ار وحكينا في موضوع صغير راهو ما تتصورش قداش هو معناها اونترينور وخالد تو دي سونتيني دي ميلي فما طرق كل مدرب عنده الطريقه نتاع كلام وكيفاش يحب يوصل ميساج وانتو كا ظهر لي لونترينور نتاع غامبيا سون ميساج معناها قاعد يوصل للملاعبيه داير اللي قالوا شفناه ماتش مالي معناها الكومباتيفيتي وكل اللعب الرجولي وكذا دونك بالنسبه لي ساعات اونترينور يجي ديفونسور ولا بيفو ولا اتاكون ولا اي لاعب تيلمون يل لو مي اون فالور ويحطو اون كونفيونس يا ودي ما عادش تحكي لي على كوره باش تتعدى ولا اقسم بالله انا عشتها مع دي زونترينور يجي يقول لك مثلا خويا هنيني حتى هكا ان سامبل مو راهو بالرقار بالرقار والله يا امين والله فما شكون يبدا مخلي اسي فوزي الناس كنا نعرفوه ولكن طرق راهو والله اون 2010 هكا كان قوسين في الاتحاد السعودي كانه عندنا خاطر احنا وصلنا نيفو بي في الشامبيونز ليج فينال الشامبيونز ليج كان كل ماتش قبل كل ماتش يجيبونا ان بريباراتور مونتال لشكون اللي انا نذكرها انا وبوشروي يشد باش نحكي لك كيفاش لي بتي ديتاي هذوما يعني يعملوا دور يعني عندهم دور كبير برشا عند الجمهور تشد نوع من الخيط فيه كل هكا قزقازه ولا بول كل بول سي بور لا كونسونتراسيون يقول لك لو فات انك لازم كي تشوف هالدور هكا راك معناها تخمم بوزيتيف تلمو انت تبدا تحس في روحك في كونفيونس وقتها بيتور وتمركي وكل شيء الدور هكا وهي بتات ما فيها حتى شيء وانت تهبط طاير اي تحس في روحك كونفيونس حتى في القاعده في الفاسون حتى قبل الماتش يعطيك كيفاش تقعد كيفاش تسكر يديك باش فهمت تو باس هذوما يسميهم يسميهم لي روتين لي روتين دو كونفيونس لازم يصير لهم انا عندي سؤال هنا لو كان تسمحوا معناتها كان عن الوقت بطبيعه هنا شنو الفارق ما بين الديسكور كلمان المدرب الاول لتحفيز ملاعبيته شنو الفرق بين هذا وما بين المعد الذهني اللي يبدا موجود في الستاف هل يفرق الديسكور يفرق. هل ثم تداخل في صلاحيات بعضهم هل اللي هل القيمه الاعتباريه والمساج يتعدى من المدرب نتاعك الفيزافي نتاعك عارفك بلغتنا نحن مدربك ولا بريباراتور مونتال هذا دونك عارف. لا لا تيم فيزافي باش تطبق اوامره وتدريباته صديق كنت ماهوش بوس فيزافي بارتنر بارتنير وينجم زاد لكن هو عنده غلطه انا مي معناها اللي فما ريسبي معين
وليد هو يتخذ القرار، هو يلعبك ما يلعبكش يدخلك يخرجك، انت لازمك تعدي اداء لكي باش يرضى عليك لونترينور وتقنعه باش ما يخرجكش ويلعبك تيتولير. دونك سي تون فيزافي لونترينور، عباره كيما واحد فيزافي نتاعو في خدمته معناها. ويمكن المعد الذهني مش متواجد في الفيستير نهار الماتش، ممكن هذاك علاش انا سؤالي على المعد الذهني يجاوبك حضرنا من قبل الماتش اما نهار الماتش ولا واحد الكل شيء على بعد لونترينور. اي معناتها جاوبك في حاجه انه كما قال توا رازي راهو لاكومبانيومون يصير او كور دو لا سيمين سي با لو جور جي تاع نهار الماتش، او كور دو لا سيمين. ان دو توا اللي مشيت لكرة القدم المدرب الحراس لازم يكون عنده بروفيل نتاع اونتونور دو فوتبول، خاطر الحراس ما عادوش تعرف قداش يشدوا الكرة بيدين بارابور دون ان ماتش 90 مينوت يعملوا فيه 30% باللي داخل امبليكيشن 70% بالساقين بالساقين. الوغ يلزموا لونترونور نتاع لي غارديان دو بيوت يكون عنده بروفيل دونترونور دو شون بريباراتور فيزيك افيك الميثود نتاع البريوديزاسيون التكتيك اللي قاعده تصير توا في العالم الكل، يلزموا البريباراتور فيزيك يكونوا عنده بروفيل معد البدني زاد لازم يكون زاد مدرب خاطر ترافاي بار كومبارتيمون والخدمه بالكوره الاناليست نتاع الفيديو الاناليست نتاع الفيديو اللي حلل الفيديو اي ما يلزم يكونش هو عنده درايه بكره قدم ما ينجحش بالطبيعه ما عادش فما موجود تو نتاع الانفورماتيسيان اللي يقصوا كاو نو واللي مكلف بالاحصائيات هذا هو اللي حكيت اكو اساسير انك تعطيني احصائيه اربع ارقام تو اللي قادم مشيت له الفيفا بالكدا اللي مشيت له بالكدا في الفيفا لاربيتر الحكم حكم يكون يزم يكون فوتبالور لا بروف انو في تونس مساش نسمي الاربيتر اللي هو عنده الكاف بي يوسف السرايري لانه الفيفا قاعده تو تشجع انه الحكام يزم يكون عنده درايه بكره القدم يكون فوتبالور باش يعرف يفهمك انا سيميلاسيون سيميلاسيون باغ اكزومبل اللي هي توا سيميلاسيون ديليكات حاربوا فيها توا في 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 الفيفا الانترناشونال بورد القوانين الكل تدور على السيميلاسيون اذا انت ماكش فوتبالور تنجم تتعدى عليك الور لهنا المعد الذهني لكن توا لا محاله بالفار ولات ما عادش يستحقوا برشا حكم واحد لانه يعاودوا يشوفوا تلقى قد ايه 8 ولا ايه ولا 7 7 اربيتروات اونكور بيناتي المغرب البارح واونكور اون فوا جاني سي كازون صحيح بيناتي المغرب وما عيطولوش في الفار وتحسب بيناتي ماهيش صحيح تقص برشا اللاعب الفار تو شفنا الفينال نتاع الشامبيونز ليغ الاربيتر الاسبانيول ما رجعش للفار 90 دقيقه ما رجعش للفار عليه خاطر متمكن 100% راح ماذا بيتنا حكام متمكنين باش يعطيونا اونشينمون دون لي جو دون لو جو ما تبانش اللعب من مقصود انا تحفيز اخر احنا اليوم سينا حضرنا الحصه التدريبيه نتاع النادي الافريقي ونتاع الترجي هذه رجعوا يدربوا في تونس وخذينا من لعبيه الترجي والافريقي في راس لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكره القدم لتحفيزهم غدا في مباراه ضد غامبيا. خالد اليعقوبي نكونوا مركزين حاضرين ما نحطوا شيء في بالنا ما نحطوش لان احنا يلزمنا نربحوا نهبطوا نلعبوا لعبنا وقدره ربي باش نربحوا ان شاء الله. نلعبوا على مستواهم ما يحاولوش معناتها باش كيما عملنا طرح مالي ممكن معنا شويه اكسيس ولو بون ديفونسيف حتى نحاولوا باش نمشيو قدام عندنا ديزاتو دي اوفونسيف باهي ومانيش انا باش نقري المدرب باش يعمل لكن معناتها اللاعبين هم على الميدان هم اللي يعملوا فارق من بعد. ان شاء الله نكملوا في مقابله غامبيا غدوه. وان شاء الله ربي مع الاولاد وان شاء الله يوصلوا البيت في كندا ان شاء الله. ان شاء الله الاولاد ربي معاهم وان شاء الله يفرحونا. شفت الماتش الاخراني الحقيقه عنده ماتش اكسبسيونيل ان شاء الله يكملوا كيف في المستوى ذاك. والله ان شاء الله ربي معاهم توك تشوف كورونا كل شيء ان شاء الله معناتها يتفاداوها المرحله هذيا. ان شاء الله ربي معاهم. يعني كيما التونسي يتفرج من برا يعني ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله يعني تعطي وجه كبير للمنتخب التونسي والتونس بصفه عامه وان شاء الله معناتها نشوفوكم في الادوار يعني
نحب نشوف اللاعبية تطمح باش تمشي للادوار ما اكبر ان شاء الله في الكاس هذه الكاس. واحنا الكل معناها نستناو فيهم باش يعملوا حاجه باهيه ان شاء الله، ومعاهم حتى بالكلمه الباهيه اصحابنا، عندنا اصحابنا غادي ونعاونوهم بالنجم وان شاء الله تونس ديما لاباس. توا عندنا مشكله نتاع كوفيد دونك ان شاء الله الحاضر يززي وان شاء الله قدر ربي ينجزوا بريمير تور، وبعديك تو لكل حالين حديث في التور الجاي تو ان شاء الله نتصرفوا خاطر نعرفوا جديري لي سيتياسيون هذايا دونك ما نحيروش وان شاء الله قدرة ربي فينا ان شاء الله. جي في كل ماتش دو لا تونيزي وزون غاني 4-0 جو تخوف زون تخي بيان جوي ميم ماروك سون بخومي بلاسمون ان شاء الله يبو باسي تو لي دو تخي لوان. اي سيدي ها من خلال الريبورتاج هذا اللي كنا نراو فيه رينا زوز منتدبين جدد رامي البدوي ايش قلت له عليه تسميوه؟ سبارتا سبارتا سبارتاكوس سبارتاكوس شهير سبارتاكوس رامي البدوي كان صحابه هو باريزي ايمن ترابلسي ديما مع بعضهم واحد سبارتا ايمن ترابلسي باريزي شهير باريزي رامي هو عيد ميلاده وقتاش؟ نقولوا جوايز انيفرسير اليوم؟ عام وهاي بخير. كل عام وهاي بخير. دونك رامي البدوي اسمه سبارتا. سبارتا. سبارتا باهي هذا حلو. ورينا اللاعب المغربي الجديد للترجي زاد. اللاعب المغربي نحكيه كونه هو عنده خصال فنيه ممتازه ويعمل لك شويه شو دي فوا، اما يفودير يفودير لا مش ديما ديما، اما يفودير معناها راهو عنده دي كاليتي تكنيك باهي. يلعب على الجناب، يلعب تحت لاتاكون. شوفوه في التيرانات نتاع تونس اي صحيح سورتو تو في الميلوسي يجي يقف على الكره تدخل به تحت القاع ما مره صارت هذا في وخفينا هذا في المرسى يظل وقتها في ملعب المرسى صح في الحفره وقتها صارت برشا صحيح انا تفكر واحد كان يلعب معايا قبل في الكلوب نلعبوا في محمديه ولا وين اقسم بالله والله سي شهاب كيران شتيت صب حسيله مش نورمال ما كورونت كي يبدا الماء تضحك يبدا الماء غممها الدنيا مش تعرف ان هي الحفره من الكياس من الواحد خرجت كره توش خرج هو وليد اسمه يلعب معايا في الكادي جونيور خرج عدوا بروحه ماشي يجيب الكره فهمت يخزر لها هي غاديكا وماشي هكا يعمل كيف تخيل غمدته الكل وشو تقول يا رسول الله حفره 3 متر ومش هذايا الحكايه هذايا صارت لي مره بالكربه في ما تعرف تصب قطرتين في تونس تصير فيضانات تفرق بين فما حفره كذا فثم مش كربه كل تحت الحفره اما ثم عجله طاحت معناتها شي صار ما صار هذيك تصير عادي تصير برشا مرات تغمها ما عادش تراها معناتها اي تحيه للبنيه التحتيه نتاعنا نتاع ملاعب الكيس عماد كيلاني تو تكلم قال لعبتوا مباراه وحدك او ضد بعضكم فدلكش النهار لا ما يفدكش عماد 27 جانفي 2018 مستير ليتوال وفي الماتش 0-0 وي في الاولمبي هو عمر مرعي في الماتش 0-0 وهما اقوى منا واحنا نلعبوا في اللورجو وهذا يجري على الماء بطبيعته معناها وانا ما لازمنيش نقعد نجري معاه وصيت للخيان اللي معايا حسام الزديري وقتها وجماعه قلت لهم خويا ينوني با كيستيون ليني كل مره اجري وكوفر وكذا هاي نلعبوا الليني ونجحنا خويا في الليني والحمد لله رب العالمين وفات 0-0 وفات 0-0 ريت كيفاه واربع بونت مضيعين هما عايشين نهارتها اسكت برك في تفاعل زاد من الكويت نادر داو توا بعث يقول على في تفاعل على حكايه المعد الذهني يقول المدرب الاول هو احسن معد ذهني للاعب لانه قريب منه كل يوم المعد الذهني ينجح اكثر في الالعاب الفرديه عنده عاديه ولا رفيع ولا سباح مركز عليه هو فقط اكثر من يبدا فريق معناها فيه برشا ملاعبيه خاصه الرياضات الجماعيه يقول ربما تصعب عليه اكثر المهمه المدرب ياخو اكثر المهمه هذه تحيه ليه نادر تحيه نادر مع نبيل معلول غاديك قاعدين يعملوا فيه خدمه باهيه وفازوا بالكاس باهي عندهم سوبر كوب زاد باهي 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 الطاقم الفني التونسي معناها المدربين التوانسه توا في الخليج قاعدين يعملوا في نتائج لكن فما مشكله كنت في الاردن زاد كنت مع الفيصلي اللي خذينا السوبر كوب ومع الجزيره كوب جزيره كوب رشحنا مشكله نتاع كوفيد زاد هما توا سوبر كوب رشحنا مرتين نهائي رجع شهاب خاطر صار الحجر الصحي اي وترشحنا مرتين نهائي غرب اسيا الاي اف سي لكن حبيت نقول حاجه ما دام جبت المدربين في الخليج وكل
اما ان غرون بروبليم توا قاعدين نعانيو منه ان التوانسه مرفوضين في برشا بلدان. علاش؟ على خاطر اول شيء ما فماش الدبلوم كاف برو وهذا سي ان غرون بروبليم. المدربين ما عندهمش حق يدربوا في السعوديه في الممتاز. كيما برشا اي كيما برشا رجعوا كيما نذكر لازمهم كاف او اوبليغاتوار. لا برو 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 يو اف ا كيما لو اف كيما لو اف او الاشكال مش نسميه لكم. اثنين فما مثلا في الاردن مشيت انا دربت في الاردن وعندي المعادله الكاف ا نتاعي عندي معادله الاي اف سي نتاع الاتحاد الاسيوي. الاتحاد تو عطاهم حريه للاتحادات المحليه باش هما يعملوا المعادلات. مثلا الاتحاد الاردني ما يقبلش الكاف ا افريكان. بوركوا؟ يجيبها من اوروبا ولا من اسيا؟ والا الافريك لا. الافريك لا. اثنين احنا البلد الوحيد تو مثلا كيما نقولوا مش بلد الكونتينو القاره الوحيده القاره الوحيده اللي ما دخلتش في البرو. مثلا الاي اف سي اللي هي الاتحاد الاسيوي في الاردن عملوا تروا بروموسيون. كو دير من السعوديه كو دير من قطر كو دير من لي زوتر بي. احنا لا ما عملناش. انا نرى وهذا يلزمنا نتكلموا فيه برشا نرى انه مستقبل المدربين التوانسه خاصه او الفرق بصفه عامه هو في تفعيل البرو هذه الكاف برو اللي هي بعد الكاف ا وهي تخولك باش تدرب في اي مكان تحب عليه في العالم. لهنا نرى انه في الاتحاد الافريقي فما تونس المغرب الجزائر مصر ولات عندهم ثقل ولات عندهم ان بوا بارابور لقبل ان بوا لبسنا عليه. اذا ما نوصلوش احنا نستعملوا البوا نتاعنا لفائده المدربين نتاعنا ما شكون باش يستعملوا. لذلك انا من هنا نقول راهو مستقبل المدربين اللي قاعدين يخرجوا تو اللي يعطيو في سمعه باهيه للبلاد اللي اون جو. بوركوا؟ باسكو ما عادش فما كريديبيليتي في الدبلوم افريكا ومش قاعدين نعملوا في البرو واحنا الكونتينو الوحيد اللي ما عملش البرو. باهي معناها واضح يقول لك انه يعني يلزم الاتحادات المحليه تضغط على مستوى الاتحاد الافريقي باش يمشيوا ويطلعوا بدرجه في المغرب عمل تجريبي المدربين باش ينجموا توا يدربوا في البلدان الخليجيه اللي يطلبوا درجه اعلى في التدريب. تاخذوا اخبار الكان متفرقات من نهايه كامرون 2021 مع عاطف الجبالي نجيب الورخي. مرحبا بكم في نيوز الكان لليوم، والبدايه مع تعيين الاتحاد الافريقي لكره القدم فيكتور غوميز لاداره مباراه الكوت ديفوار والجزائر، بعد ما اعلن الاتحاد في وقت سابق على تعيين الجامبي بكاري جاساما كحكم للقاء قبل ان تتراجع الهيئه القاريه على قرارها بتعيين رسميا فيكتور غوميز. صرح لاعب المنتخب المغربي والبي اس جي اشرف حكيمي عقب هدف التعادل الممتاز اللي سجله في مرمى الجابون واللي ساوى المركز الاول لاسود الاطلس انه اجمل هدف لي في مسيرته الكرويه. في نفس السياق فعل النجم العالمي كيليان مبابي زميل حكيمي في البي اس جي عبر صفحته على انستغرام قائلا: هل تشعر بالتعب صديقي؟ معلقا مازحا: انت مجنون وهدفك جنوني. نبقاو مع تيجي كان وين علق نادي النصر السعودي عبر صفحته الرسميه على انستغرام على المردود الممتاز للاعب فانسون ابو بكر مهنئا اياه على الخمسه اهداف اللي مسجلها لحد الان في ثلاثه مباريات اللي خاضها مع الكامرون مستهزئا بالجماهير اللي تعجبت من ارتفاع راتب اللاعب حينما انتدبه النصر اول الموسم. نبقاو مع الانستغرام والستوري اللي هبطها لاعب المنتخب محمد دراج بعد ثبوت تعافيه من فيروس كورونا قائلا: انتهت فترة الحجر الصحي، كل التحاليل سلبية، أنا حاضر للمعركة. على الحساب الرسمي للاتحاد الكامروني تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه مرة أخرى رئيس الاتحاد سامويل إيتو في حجرات الملابس يهني فيه الملاعبية على الترشح قائلا بأنه حزين لأنه مرش سعادة في عينين الوفد رغم الترشح في المركز الأول والوجه الممتاز اللي ظهر فيه في ثلاثة مباريات مؤكدا على تجديد ثقته في المجموعة للتتويج بالكأس. راس الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة الجامعة التونسية الممثلة في الدكتور سهيل الشملي حول الحالة الصحية لعلي معلول طالبا كل التفاصيل الطبية الخاصة بحالة معلول للوقوف على وضعه الصحي بشكل كامل. ننهي فقرتنا مع فيديو طريف تم تداوله بكثرة البارح
لمجموعة من الأطفال الكاميرونيين عادوا على طريقتهم لقطة كازوي بإنهاء اللقاء في الدقيقة 89 واحتجاج عناصر المنتخب. ضحك برشا الفيديو تاع الاولاد الكاميرونيين ياسر فيها امبروفيزاسيون لفرق محمد قلدوا الاربيتر والبنك تاع تونس. اقوى فاز عملوها الترانزيسيون تاع الرالونتي، جابوا قاره افريقيا في ناب وحطوها هكا. ياسر محليها التقليد اللي عملوه، والله تحيه لهم والله. حاشيلو مزيان اللي قلد اللي ماخو دور منظر الكباير، حط قطن في شعر في راسه خاطر شعره ابيض. شعره ابيض عالمي والله محليه. حلو ياسر. باش نختموا توا، نختموا بالفرضيات تاع الترشح نتاعنا. كيفاش باش تكون؟ خاصة أنه بعد ما فاز مباراة نتاع اليوم، فانوا ثلاثة نقاط ترشح توا. بالنسبة لأحسن 34، فرضيات الترشح مع عماد زهمول ونجيب الورخي. من النهائي. الكامرون وبوركينا فاسو من المجموعة الأولى، السنغال وغينيا من المجموعة الثانية، المغرب والغابون من المجموعة الثالثة، ونيجيريا من المجموعة الرابعة. سبعة منتخبات ضمنوا ترشحهم رسميا للدور المقبل، والبقية في انتظار نتيجة ستة مباريات متبقية قادرة على التأهل للدور المقبل في المرتبة الأولى في صورة انتصاره على غامبيا مع عدم فوز المنتخب المالي أمام موريتانيا. وقتها باش يواجه نهار 26 جانفي أو المرتبة الثانية في صورة الانتصار في مباراة غدوة وانتصار المنتخب المالي، وقتها بمرتبة ثالثة من فارق الأهداف. وحتى في صورة الهزيمة بأقل ما يمكن من الأهداف، تبقى إمكانية التأهل واردة بعد انتهاء مباراة المجموعة الرابعة اللي انطلقت اليوم مع الثمانية بين نيجيريا وغينيا بيساو ومصر والسودان، والمجموعة الخامسة اللي باش تلعب غدوة بين الجزائر كوت ديفوار وغينيا الاستوائية ومنتخب سيراليوني، بشرط أن حصيلة الثالث فيهم ثلاثة نقاط أو أقل. حظ سعيد لعناصر المنتخب التونسي في مباراتهم غدوة ضد غامبيا. إلى حد الآن إذن الفرق المترشحين تعرفوهم معناها في كل الأول وثاني من كل مجموعة. بتبيع مزالة مباراة تونس غدوة مازلنا ما نعرفوش طبعا الترتيب تاع المنتخب التونسي، لكن في الترتيب الحالي ثم الفرق اللي ترشحت للدور الثم النهائي. وبالنسبة للأربعة أحسن 30 إلى حد الآن، ثم الملاوي، الكاب فير، تونس وجزر القمر. في معناها في أسوأ الحالات تونس نجم ترشح من بين أحسن المنتخبات اللي عندهم المرتبة الثالثة في المجموعة نتاعهم. ما نسبقوش الأحداث. على كل حال نذكركم اليوم نيجيريا فازت على غينيا بيساو هدفين مقابل صفر، ومصر فازت على السودان هدف مقابل صفر. بذلك حتى في المجموعة هذية نتاع مصر، فإنه السودان وغينيا بيساو عندهم نقطة معناها الثالث والرابع عندهم نقطة. برنامج غدوة تبارك الله نهاير فيه برشا مباريات باهية، خاصة عنا المنتخب الجزائري مباراة كبيرة نتمناو له إن شاء الله غدوة المنتخب الجزائري الفوز وأنه يترشح للدور الثمن النهائي. غدوة يلعب ضد الكوت ديفوار مع الخمسة تاع العشية نفس التوقيت، سيراليوني وغينيا الاستوائية، ثم مع الثمانية تاع الليل تونس تلعب ضد غامبيا، وطبعا مالي ضد موريتانيا. وإحنا إن شاء الله غدوة نتلقاو بعد مباراة تونس وغامبيا، معناها غدوة نتلقاو ابتداء من الساعة 10 ليلا إن شاء الله. فرحانين إن شاء الله نكونوا فرحانين إن شاء الله. هذا هو صحيح. يعطيك الصحة أمين كوتش، أهلا فيك وليد. وليد غدوة أنت شنو لهنا ولا عندك؟ والله غدوة نشتغل خويا. اشتغل يا خويا. ريت الوقت الرسمي ما تلقاوش. ريت كيفاه؟ أنا فرحان برشا خويا بوجودي معاكم الحقيقة. لا نعرف. وتحياتنا يا خويا لزملائنا في الموزايك. تحيات غدوة اللي يحب يسمع اخويا وليد في الموزايك في الليل. حتى الماريو الاحمر. تحياتنا اليوم الكل خويا لوليد الكل. صدق ولي. يعطيك صحة. يعطيك صحة. غدوة عندك تختي انت زاد المباراة. كيف ان شاء الله غدوة بعد الماتش؟ لا قبل والماتش وبعد الماتش. معناها تبارك الله من تبدا باكيج كامل. باكيج كامل. هيك ربي معك. يعطيك صحة. شكرا لكم الكل، تلقاو غدوة ان شاء الله ابتداء من العشرة نتاع الليل.
بالأخير.